وصلنا إلى فقرة الاستضافة وضيفنا اليوم المصور رحمن طه. أهلا وسهلا فيك رحمن معنا اليوم. أهلا وسهلا فيكم رحمن. بما أننا العفو أهلا وسهلا فيك رحمن. بما أننا نشي نتعرف عليك، فبداية كيف تحب تعرف عن نفسك؟ موضوع هو موضوع مقلق واجهني كثير هنا في لندن، بس ممكن يعني اختصارا يكون انا مش مصور ومشتغل بالفنون البصريه، اعمل واقيم في مدينه صنعاء سابقا وفي خارج اليمن حاليا، يعني بشكل مؤقت وبشكل اضطراري. جميل. طيب رحمن، مجال دراستك؟ أنا درست في كلية الطب البيطري، جراحة عامة في كلية الطب البيطري. وبعيد عن مجالك الآن تماماً؟ يعني أيوة، يعني هو شكلاً بعيد أيوة، بس يعني من اللي عادوا بيشتغل في اليمن يعني بتخصصه. فعلاً أوافقك. طيب بدايتك في التصوير فين كانت؟ فين تعلمت؟ وهل ما كانت مجرد اجتهادات وخبرة تراكمية بالبداية؟ أنا بدأت من تقريبا من 12 سنة، ومن سنة من 2007 تقريبا، وهي السنة نفس السنة اللي اشتريت فيها قدرت اشتري فيها كاميرا ديجيتال. بعدها بفترة في 2010 بالضبط شاركت في ورشة عمل في التصوير في المركز الثقافي بصنعاء، المركز الثقافي الفرنسي بصنعاء. وبعد الورشة يعني من مخرجات الورشة انه سوينا معرض في المتحف الوطني. بعد المعرض وانه الناس حبوا العمل وكان فيه اهتمام كثير بالصور بشغلي، على اثر هذا المعرض يعني قررت انه احترف التصوير يعني، وانه اخذه بشكل جدي وبيكون جزء اساسي واصيل في حياتي يعني. يعني ربما كانت المصادفة. طيب رحمن، لكل بداية ملهم أكيد، من المصور الذي ألهمك في بداية؟ يعني تفضل. التصوير يعني نعتبره صدفة جميلة، بس شغف يعني، كان شغف يعني. تحول هذه الهواية التصوير بداية تحولت يعني مع مرور الأيام إلى شغف يعني، وأصبحت هي الحياة، ما عادش مجرد وظيفة يعني، بقدر ما أصبحت يعني أسلوب حياة. جميل. برجع نتكلم عن هذه فلسفتك. طيب برجع أسألك مرة ثانية، في كل بداية لازم يكون في ملهم، من كان ملهمك في البداية؟ من المصور اللي كنت تتبع خطواته أو تتابعه؟ والله إذا يعني في سيناريوهين للموضوع هذا، إنه أنا حبيت إنه أول شيء حبيت الصورة يعني، حبيت الصورة بشكل عام، سواء في الأفلام ولا في اللوحات ولا في الفوتوغرافيا، ويعني شدتني كثير وأثرت علي خصوصا الأفلام، وشعرت إنها يعني حاجة ساحرة يعني. أيضا يعني أنا كنت معجب كثير بالأستاذ محمد عقبات، وهو مصور يمني من جيل الرواد رحمة الله عليه طبعا، واللي عمله يعني محمد عقبات اللي معروف عنه، اللي ما يعرفوش ناس ما يعرفوش وما يعرفوش عنه من هو محمد عقبات، انه باع الاستوديو التصوير حقه في تعز في سبعينات القرن الماضي، وبالفلوس الاستوديو اللي حصلها من بيع الاستوديو الخاص به في تعز راح القرية، رجع على قريته وبنى مدرسة من فصلين على حسابه للأطفال في القرية. طيب نرجع نتكلم عنك مرة ثانية يعني، ربنا يرحمه ويكتبها في ميزان حسناته. نرجع نتكلم عليك مرة ثانية، أنت تكلمت على أول كاميرا ديجيتال، كانت كاميرا متواضعة، بدايتك كانت بكاميرا متواضعة، الآن إيش نوع الكاميرا اللي تحملها اللي تستخدمها؟ الآن أستخدم يعني عدة كاميرات من شركة نيكون، وبس يعني شخصيا انا اعتقد انه ما يهم هو العين ما تهمش الكاميرا بقدر ما تهم العين والموهبة يعني والإحساس.
والقدرة. بس طبعا لانه والقدرة ايوه، بس الان لانه في منافسة، في منافسة في السوق ودائما في جديد، فانت لازم ان احنا نواكب دائما، نواكب التطور في المجال، ويعني بنستخدم كاميرات حديثة بتساعدنا في ايصال، يعني في ايصال الفكرة او الرسالة او العمل اللي بنقوم به في 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 احسن، يعني في احسن حالة. جميل، أنت تتكلم عن التصوير بشغف كبير، أكيد قد كونت مع الوقت كونت علاقة مع الكاميرا، كيف تصف علاقتك بالكاميرا؟ والله يعني ما بشعرش إنه الكاميرا هي يعني ممكن تكون شيء منفصل عني، أنا الآن أشعر إنها جزء مني، و يعني بما بكل ما يحمل المعنى من الكلام من معنى انه ما عاد اعتبرش يعني انه الكاميرا مش بس التصوير وظيفة، قد هو شغف، قد هو اسلوب حياة. يعني انا اصحى افكر في المستقبل دائما، يعني قبل ما انام افكر في المستقبل، وبالنسبة لي المستقبل هو التصوير. اعرف دائما انه انا بصحي الصباح وبواجه هذا المستقبل، وبواجه المستقبل يعني والتصوير وكل هذه يعني وكل الأمور، وأصبحت حياتي يعني بالنسبة لي أنا حياتي مرت بمراحل فاصلة، كان للتصوير يعني دور مهم فيها، يعني البداية في 2010، الحدث اللي حدث في 2011، الزلزال اللي حدث في 2011، يعني الحدث هذا العظيم اللي أنقذ اليمنيين وأنقذ اليمن رغم كل شيء، رغم ما بيحدث الآن، يعني يعني من ردة فعل على اللي حصل في 2011 إلى اليوم، يعني إلى سفري الأول مرة خارج البلد بسبب التصوير. يعني جميل، يعني فتح لك كل الطرق يعني التصوير. طيب أنت كمان وصفت عملك كمصور بالتجربة الحياتية، فلسفت بهذه الطريقة، إيش اللي قدمه لك التصوير مثل ما كنت تتكلم قبل قليل، وإيش اللي غيره في حياتك على مدى 10 أو 12 سنة؟ يعني بالنسبة للتصوير هو الآن أقدر، يعني أنا ما أحبش الكليشيهات، بس مش الحياة كلها كليشيهات، يعني الحياة بنفسها كليشيه كبيرة. التصوير قد يعني قدرت أبطر بالتصوير، الآن قدم للناس كمصور، ويعني وهذا 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 الإطار يعني بالنسبة للتصوير، إنه يعني بعض الأحيان مريح كثير، لأنه قلق الهوية في جيلنا، يعني في جيلنا إحنا قلق الهوية وقلق القلق هذا الدائم من المستقبل والقلق في الحاضر مش موجود. يعني أنت ممكن تكون، يعني أنا ممكن أكون مطمئن كوني مصور حاليا، رغم أنه بدأت أجرب حاجة جديدة. يعني بالنسبة لل أنا أرى أنه القلق هو مرادف للفنانين، يعني ضروري، يعني القلق موجود، يكون موجود. الآن أنا بنحاول أجرب حاجة جديدة، فيديوهات، بدأت أصور فيديوهات، تنتقل من وأمل إنه أنجح، الفوتوغرافي. يعني زي ما نجحت إلى حد ما في التصوير نعم. الفوتوغرافي أنجح في بقية الأشياء. نعم، خلال عملك هل تختار اللحظة أم تختارها أنت؟ أنت طرحت هذا التساؤل وأعيده عليك، ما تلتقطه عدستك تختاره أنت أم هي الصدفة أيضا؟ بالنسبة لموضوع اللحظة، أنا ما يعني لما أنزل الشارع أصور ما أكونش يعني ما أخذش الأمر بجدية تماماً، يعني أكون حريص تماماً، وأيضاً أترك مجال للصدفة، ويعني أترك مجال للصدفة، ودائماً تكون وأنا محظوظ، يعني وأنا محظوظ، فأكون دائماً يعني طوال الوقت في المكان والزمان المناسبين. هذا يعني انك دائما تصطحب كاميرتك معك. طبعا الان مع ظروف الحرب زي ما انت عارفه، الناس مش بس الناس، ايضا السلطه في اغلب مناطق اليمن
سواء في سواء في في الشمال، سواء في في صنعاء او في عدن او في مارب او في حضرموت. يعني بنعاني من مشكلة انه من مشكلة انه التسويق بالنسبة للمصورين هم يعني عرضة للتهم دائما، يعني في اغلب مناطق اليمن. انا بنحاول انه اصور حاليا، يعني مع الحرب استخدم كاميرات جوال، يكون لانه صعب انه تصطحب للشارع كاميرا كبيرة مع العدسات، يعني ما بتخلصش من الأسئلة، ايش بتصور ولمن بتصور، يعني يعني تكتفي بالتلفون. ومثل هذا مثل هذا مثل هذه الأسئلة هي تفقدك التركيز. ايوه اصطحب تلفون، يعني اصطحب تلفوني او كاميرا صغيرة، يعني كاميرا ديجيتال صغيرة تفي بالغرض. يعني الآن التكنولوجيا ساعدت واصبحت انه الكاميرات الصغيرة يعني تنتج صور لا تقل جودة عن الكاميرات الكبيرة، عن الصور اللي بتنتجها عن طريق الكاميرات الكبيرة. طيب برأيك ليش السلطات في الغالب تخاف من الكاميرا، تخاف من الفن؟ دائما السلطات على مر التاريخ بتحاول إنها تمرر وتثبت وجهة نظرها بكافة الوسائل، عن طريق الكتابة، عن طريق الصورة، عن طريق الخطبة، يعني عن طريق الاستشهاد، بتحويل النصوص، يعني بتحويل النصوص. ما إلى صورة. فهي تعتقد إنه دائما الصورة فيها كشف، الصورة فيها كشف وفيها نوع من تعريف. إظهار الحقيقة وإظهار الواقع، فدائما السلطات تحاول إنها تخفي هذا الواقع، وهو يكون دائما واقع مؤلم، خصوصا لما تكون سلطات فاشلة، سلطات فاشلة ويعني وسلطات فاشلة وسيئة، زي أغلب الجماعات اللي بتحكم الآن في جهات اليمن كلها للأسف الشديد. بقدر ما هي مختلفة بقدر ما هي متشابهة، فهم بيخافوا يعني من الصورة، بيخافوا من إنك تتطرق للواقع هذا السيء اللي تسببوهم فيه، والعالم يشاهده طيب من ويعرفوهم 2011 على حقيقتهم. يعني من 2011 إلى اليوم، هل صادفت موقف أو مشادة مع السلطات أو مع قواها على الأرض؟ في يعني حصلت أحداث. مثلا في 2009 كان المفروض يكون أول معرض لي في 2009 في جامعة صنعاء، حصلنا على الموافقة من العميد الكلية، بس مسؤول الأمن في كلية الآداب بجامعة صنعاء رفض، وكانت هذه بالنسبة لي صدمة صدمة، لأنه كنت عادني كنت جديد على المشهد، وما قدرت أفهم ليش تم المنع، فكسرت كاميرتي احتجاجا على الموضوع. الآن ما كنت بكسر الكاميرا، بحتاج بطريقة أخرى. في 2010 مثلا ما منعتش السلطات المعرض اللي شاركته، كان معرضي في 2010 في المتحف الوطني، بس في حينه يعني أحد الوزراء اللي افتتح المعرض في حينه في ذاك الوقت ما كانش عاجب له الموضوع اللي أنا تطرقت له والصورة اللي قدمتها لليمن. فكانت يعني قبل 2011، سلطة ما قبل 2011 كانت بتحاول تقدم صورة يعني مزيفة عن اليمن، صورة بتقدم كانوا بيصوروا المسلسلات اللي بتعرض في التلفزيون في شقق مفروشة، وهذا مش حقيقي. يعني ايوه، اليمنيين مش عايشين في شقق مفروشة في المدينة السياحية بصنعاء. أيه. اذا طالما نتكلم بس عن يعني من بعد من اللي حد عشان ما نطولش تفضل تمام عشان سوري. ما نطولش لأن وقتنا محدد، فبنروح نشوف مجموعة من أعمالك ونرجع للنقاش. الجولة في مجموعة من أعمالك تأخذنا إلى السؤال اللي هو أقرب صورة لقلبك.
والله انا دائما اقول لهم انه الصور هذه زي اولادي، زي اولادي، وانا ما اقدرش افضل ولد عن ولد، لكن اقرب الصور لقلبي هي الصور اللي سببت لي مشاكل. اكثر صورة سببت لي مشاكل اللي هي الصورة الاكثر لقلبي، يعني ربما حسب بقدر قيمتك. ما ها تثير جدل او يكرهوها الناس، بقدر ايوه، ما هي بقدر المواقف ما خلتك تحب اشعر يعني احبها. وصعوبته. ها طيب، انت حاليا في لندن للمشاركة في مهرجان، حدثنا عن المهرجان ومشاركتك فيه. أنا مشاركة حاليا في مهرجان اسمه مهرجان شباك، وهو واحد من أكبر مهرجانات اللي بتقدم الثقافة العربية للمتلقي الأوروبي. هو يقام كل سنتين في لندن. وبالنسبة لمشاركتي، كنت ضيف على المتحف البريطاني في لندن، ومهرجان شباك للحديث عن صناعة الفن في اليمن اليوم، يعني آخر تقريبا من 2011 إلى اليوم. وتكلمنا فيها، يعني تكلمت فيها عن تجربتي كمصور ومشتغل بالفنون البصرية في صنعاء، جميل. وكيف كان يعني، وعلاقتي علاقة شغلي وعلاقتي أنا كمصور بالمجتمع، بالناس وبالسلطة. جميل. ويعني وكيف انه الصوره هذه، الصوره اللي بنقدمها بتحاول انها يعني تهزم النسيان، تيار النسيان هذا الموجود، جميل. يعني الموجود اللي بتتبناه دائما السلطات، هي قيمة، واللي بتكتب دائما تاريخ خاص بها. يعني هي قيمة الصورة في التوثيق. طيب إيش المراكز التي حققتها إذا ما شاركت في مسابقات؟ هل شاركت في مسابقات من قبل؟ بالنسبة للمسابقات، أنا يعني عندي موقف من المسابقات، إنه بالنسبة للتصوير أو للفنون بشكل عام، أنا أرى إليها أنها ما هيش منافسة بقدر ما هي إنه كل فنان حالة قائمة بذاته لا تتكرر. يعني مختلفين، البشر كلهم مختلفين، والفنانين هم بشر في الأخير، أيضا هم إلى حد ما الفنانين مميزين. فتميز الفنان في بقد باختلافه، يعني جميل. صحيح مختلف صحيح جدا. عن الآخرين في مجال عمله، وهذا أعتقد أنه المنافسة في هذا الاختلاف، في تقديم شيء مختلف دائما، مش بمنافسة في المسابقات. طيب، شغفك بالتصوير بدأ من معرض، فهل أقمت معارض خارج اليمن أيضا؟ أقمت تقريبا، أنا عرضت في مدن زي مدريد ولندن وبيروت، وبقدر ما هو مهم إنه واحد يعرض خارج اليمن، بقدر ما هو مهم إنه يعرض داخل اليمن. إحنا يعني عارفين إنه اليمن هي بتحتاج الفن والموسيقى والتصوير يعني وهذه وتحتاج الفنون بقدر ما هي، يعني البيئة الآن في اليمن جافة، يعني مسيطر عليها منطق القوة، منطق الحرب، منطق السلاح، وخصوصا للأجيال الصغيرة، الأطفال والشباب للأسف الشديد. وهذا هو يعني إنه الفن عنده رسالة ضروري، يعني إنه إحنا نقدم شيء للناس دول، نقدم شيء سواء في الداخل أو في يعني الخارج. نساعدهم. يعني أنا بالنسبة لي يعني في أيوة، خصوصا في الداخل، نتيجة الظروف، يعني الظروف الصعبة جدا في الداخل. يعني أنا للأسف الشديد مثلا، أنا حاليا خارج اليمن، لدي زملاء زملائي في المدرسة في من المدرسة الثانوية، يعني اغلبهم الان يعني مقاتلين في اغلب الجبهات الموجوده في اليمن. يعني نسبه كبيره منهم يعني قتلوا في الحرب الغبيه اللي بتحدث الان في اليمن. انا اشوف انه يعني التصوير والفن انقذني، يعني انقذني بشكل او باخر، انه لا. يعني انه طيب، كفنان فانا كفنان امل انه نختم بهذا امل انه السؤال لأن يعني الوقت داهمنا.
نختم بهذا السؤال، كفنان قلق زي ما وصفت نفسك ووصفت كل الفنانين، ايش هو طموحك؟ فين تشوف نفسك بعد 5 سنوات؟ بالنسبة لي انه اقدر اعمل انه بعد 5 سنوات من الان انه يعني يكون نعمل معرض، نعمل معرض، هذا المعرض يعني نقدر فيه هذا المعرض ننقل فيه غناء وجمال اليمن، الصورة الغير المروجة في الإعلام، مش بس صورة الحرب. احنا عارفين انه في الإعلام بس الناس دائما لما تجي تشوف حاجة يعني تشوف او تسمع عن اليمن دائما تسمع عن الحاجات، عن الحرب وعن القتل والمجاعة. احنا نشي يعني نرتب معرض يلف العالم يوري الناس كيف اليمن جميلة، كيف اليمنيين جميلين، يعني وكيف اليمنيين بيقاوموا الحرب بطريقتهم. يعني مش مضطر تنتظر 5 سنوات والبعيد عشان تسوي هذا الشيء، تقدر تبدا من الان. انا امل يعني امل انه نقدر ان احنا نعمله قريب المعرض، يعني قصدي لو بيكون تور يعني متنقل، معرض متنقل يعني. جميل، هو أملنا في الفنانين الطموحين أمثالكم والمناضلين. طيب رحمن طه المصور الفوتوغرافي، أشكرك جزيل الشكر، أتمنى لك كل التوفيق. شكرا لكم على الاستضافة هذه ونشوفكم على خير. شكرا لك.